أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متمثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، أصدرت كتابا دوريا إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بزيادة مصروفات سيارات المدارس الخاصة نتيجة لزيادة أسعار المحروقات. وأكدت الوزارة أن الاشتراك في خدمة الباصات بالمدارس الخاصة والدولية اختياري وليس إجباري، ولن يتم الجمع بين هذه الزيادة والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم.